Il treno 452, 16, 39 di Trenitalia proveniente da Lecce. سوق الأسبوعي تاع بولونيا. بولونيا. السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك. رمضان على الأبواب. جيت لبولونيا باش نقضي واحد الغرض، لما لا ما نشاركش معكم هاد اللحظات هادو وناخذكم في واحد الجولة في وسط المدينة تاع بولونيا ونتكلموا عليها شوية. مدينة بولونيا أسست 200 سنة قبل الميلاد، وكيبلغ عدد السكان ديالها حوالي 1,000,000 نسمة، وفيها 55,000 أجنبي. وهاد المدينة كتعتبر من بين المدن الغنية جدا في إيطاليا، وخدمت فيها تقريبا حوالي سنة. وصراحة المبلغ اللي تخلصته هاد السنة هذه ما عمري خديته في حياتي في إيطاليا، لكن للأسف الشديد فيها الكرة غالي جدا. يعني أرخص بارتمان تلقاها ب 700 يورو، هذه غير بارتمان صغيرة. أما إذا بغيتي البارتمان الكبيرة خاصك على الأقل 1,000 يورو. تعتبر مدينة صناعية وفيها أقدم الجامعات هنا في إيطاليا والسياحية، ومعروفة حتى بالفلاحة، لكن في الضواحي ديالها وإيميليا روماني غنية عن التعريف. وحنا دابا في شهر 3 عامره بالسياحه، اغلب الناس اللي بانوا ليا هنا في وسط بولونيا بالالمان والانجليز. نتكلموا على تاريخ بولونيا. مدينه بولونيا تعرضت العديد من الهجمات في الحرب العالميه الاولى وفي الحرب العالميه الثانيه. تم تدميرها ب 136 طن متفجرات. المدينه كلها تهدم، في عدد الضحايا 2500 قتيل، 3500 جريح، و 6600 أسير عند هتلر. وفي خلال 10 سنوات بعد الحرب تم بناء المدينة وترميمها، وها أنتم الآن تشاهدونها معي. كما ترون معي تمثال جوزيبي غاريبالدي. في إيطاليا كتلقى التمثال ديالو في جميع الساحات، يعني في كل المدن. علاش؟ هذا القائد هذا استطاع أن يوحد إيطاليا. كان قائدا للجيش في ساردينيا ضد النمسا، ثم في خلال 4 سنوات استطاع أن يوحد إيطاليا سنة 1854. She read the book and sat there talking and whispered in the ear. Well, tell me that she loved me. Oh, I love her talking. My baby talking and whisper in the ear. هذا متحف مخلفات الحرب
العالمية اللي وقعت سنة 1944، وفيه الداخل يعني الآليات اللي كانوا كيستعملوها في الحرب والمعدات تاعهم، ومن خارج المتحف وضعوا صور أولئك الأشخاص الذين وقعوا ضحايا الحرب العالمية الثانية. Dissected to a fractal, gold, golden. Dissected to a fractal.